السلام خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم هي طاجين ديال الدجاج بالشامبينيون والزيتون الخضر اللي كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه وتجربوها علاش لا. المهم للمكونات وطريقه التحضير شوفوا الفيديو وفرجه ممتعه. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاجوا للدجاج. بالنسبه للدجاج يمكن لكم تستعملوا سواء الفخوده او الصدر بحال القزبر والمعدنوس مقطع بهذا الشكل هذا. عندي الزيتون الخضر، عندي هنايا البصله محكوكه، يمكن لكم تشلضوها او تقطعوها ايمانسي طويله. هنا عندي الثومه، الحامض مصير، طروفه، عندي ثلاثه طروفه تما. هنا بالنسبه للعطريه غنستعمل السكنجبير، راس الحانوت، الكركم اللي هو الخرقوم عرق، البزار وشويه الزعفران. هنا ما كانش عندي زعفران حر، استعملت غير هذاك المربع اللي كيتباع عند الحانوت. هنا عندي الفطر، الفطر هو الشامبينيون. الشامبينيون من الاحسن يكون بهذا الشكل هذا باش حتى في المنظر ديالو كيجي زوين. ما كانش عندكم كان عندكم المقطع استعملوه حتى هو راه كيجي مزيان. وهنا عندي الماء باش غادي نسقي، الملح وزيت الزيتون. اول حاجه كندير هي كناخذ واحد الزلافه كندير فيها الماء وكنطلق فيها العطريه بهذا الشكل هذا حتى كتذوب. انا خديت الطنجره وضعت فيها الدجاج وسقيتها بالتوابل اللي ذوبتهم من قبل وكنخليها 10 دقائق على نار متوسطه، ومره مره نقلبوه بحال غنقليوه. من بعد ما تقلى الدجاج كنوضعو في واحد الطبسيل بهاد الشكل هذا وكنخليه جانبا. من بعد كناخذ البصله والثومه والحامض مصير والشامبينيون وكنشحرهم واحد شويه ونسد عليهم ونخليهم 5 دقائق على نار هادئه غير تشحروا ليا شويه. من بعد كنضيف الدجاج، ملي كنضيف الدجاج كنزيد عليه المعدنوس والقزبر وزيت العود والزيتون يتشحروا مازال شويه، وديك الساعة كنسقي.
best thing in your life. Baby, let's. بالنسبه للمحاوله ما تكثروش بزاف غير القياس باش في الاخر تجيكم مريقه زوينه وخاطره لحقاش الدجاج هو كيطلق الماء ديالو. وكانت هذه هي النتيجه ديال الطبق ديالنا ديال اليوم اللي كيجي اكثر من رائع، كيجي واحد البنه ما شاء الله، زعما كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق ان شاء الله. وبالتالي كانت هذه النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نتلاقاو عما قريب في وصفه جديده ان شاء الله، وبشي حاجه اللي جديده وفي متناول الجميع وسهله كذلك. خليتكم هاد الساعه، والسلام عليكم.